بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوانات بالعقل، والعقل هو القوة التي يميز بها الإنسان الخير من الشر، ويميز ما ينفعه عما يضره. ولأن الإنسان حبي بالعقل لذا كان مكلفا، الحيوانات غير مكلفة إذ لا عقل لها، المجانين ليسوا مكلفين إذ لا عقول لهم، أما الإنسان مكلف. التكليف معناه هو أن الإنسان له مسؤولية، يجب عليه أن يتحمل تلك المسؤولية. ولذا كلما كان العقل أكثر وأشد وأكبر كانت المسؤولية أشد وأكبر. لذا في الحديث الشريف: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء أو الأوصياء، ثم الأمثل فالأمثل. المراد من البلاء هنا هو التكليف، الامتحان، ولكن الامتحان الصعب، لأن مادة البلاء في اللغة في أصلها هي بمعنى إلقاء الذهب في النار، وكذلك التمحيص بنفس هذا المعنى. حينما يلقى الذهب في النار ليفصل منه الشوائب والأدران، هذا يسمى بلاء. فإن أشد الناس بلاء الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، بمعنى إن أشد الناس امتحانا. طبعا هذا الامتحان في صعوبة، لذلك إحنا في أذهاننا البلاء صار كلمة مرادفة مع المصائب. هي مو كلمة مرادفة مع المصائب، هي امتحان، ولكن غالبا الامتحان يكون بأمور صعبة ومنها المصائب. لذلك كلما كان الإنسان أكثر عقلا كان امتحانه أصعب لكي يناسب هذا العقل. الطفل في الصف الأول الابتدائي يمتحن بامتحان، لكن هذا إذا وصل إلى الجامعة لا يمتحن بذلك الامتحان الذي امتحن به وهو في الصف الأول، وإنما يكون الامتحان مناسب للجامعة، مناسب لارتفاع مستواه العقلي
والعلم، فلو امتحن طالب الجامعة بما يمتحن به الطفل في الصف الأول هذا خلاف الحكمة أصلا. الحكمة أن كل واحد يمتحن بمقدار طاقته وبمقدار إمكانياته. ولذلك في حديث شريف الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بمقدار ما آتاهم من العقول، بمقدار عقله. لذلك تكليف الأنبياء أشد من تكليفنا، تكليف الأوصياء أشد من تكليفنا. ليش؟ لأن عقلهم وعلمهم أكثر، عقلهم بالدرجة المتناهية، ليس فوق عقلهم عقل، لكن العلم إلى درجات. ولذلك فوق كل ذي علم عليم. حتى الأنبياء والأولياء الله سبحانه وتعالى باستمرار يزيدهم علما. لذا احنا عدنا في الأحاديث أن أرواح الأئمة عليهم الصلاة والسلام وروح الرسول صلى الله عليه وآله في كل ليلة جمعة الله سبحانه وتعالى يدعوها إلى العرش، فتطوف بالعرش فترجع إليهم بعلم مستفاد، لأن العلم ما إلى نهاية، أما العقل إلى نهاية، درجة القصوى من العقل. فلذلك نحن نشاهد أن امتحانهم أصعب باعتبار أن عقولهم هي الأكمل، أما الإنسان العادي امتحانه يكون أسهل بمقدار عقله وبمقدار مستواه. لذلك الله سبحانه وتعالى المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، المستضعف يعني الناس الذين استضعفهم الطغاة ومستوى عقولهم مستوى ليس مستوى عالي، فيمكن يكون هذا الإنسان منحرف فكريا لكن ليس سبب انحرافه عناده، وإنما سبب انحرافه ضعفه وجهله، مع عدم تمكنه من إزالة ذلك الجهل وذلك الضعف. فذول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يمتحنهم مرة أخرى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لماذا الآية قالت عسى؟ لأن الله في يوم القيامة يمتحنهم. عندنا في الأحاديث أن الله يخلق نارا في يوم القيامة ثم يأمر القاصرون، يعني هؤلاء المستضعفون، أطفال الكفار، مجانين الكفار، هؤلاء، لأنه هذا ما كان مكلف، هذا الطفل الكافر اللي مات وهو طفل أو المجنون الذي ولد من أبوين كافرين، هذا ما كان مكلف، فعقابه هذا الظلم. إنما الله سبحانه وتعالى يمتحنه في يوم القيامة بأن يخلق نارا يمتحن هؤلاء كلهم الجهال القاصرون، فيأمرهم بالدخول إلى تلك النار، فإن دخلوا فيها فهم ناجحون في هذا الامتحان. فالله سبحانه وتعالى يكرمهم بأن يجعلهم في الأعراف، منطقة بين الجنة والنار، وهذه المنطقة هي أعلى من الدنيا لكنها أدون من الجنة، منعمون فيها. وإذا سقطوا في الامتحان هابوا النار ولم يدخلوها، فإلى نار جهنم. أما أطفال المؤمنين، يعني الذي انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم أو كلاهما مسلم لكنه مات سقطا أو طفلا أو مجنون المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالجنة بدون امتحان، لأن تفضل العقاب بدون سبب ظلم، أما التفضل هذا مو ظلم زين، يعني أنت تدفع لشخص مال بدون استحقاقه بدون طلب منك تتصدق عليه، هذا عمل لا بأس به جيد.
أما أن تعاقب شخصا بدون سبب هذا ظلم. على كل حال المقصود شنو هو؟ المقصود أن الامتحان على حسب قدرة الإنسان، والثواب بمقدار تحمل المسؤولية، والعقاب كذلك. لذا كل واحد إلى مسؤولية، لكن باعتبار اختلاف مستويات الناس، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، لأن إذا كل الناس كانوا بمرتبة واحدة الحياة كانت تتوقف. الحياة كما تحتاج إلى عالم، تحتاج إلى نجار، تحتاج إلى قصاب، تحتاج إلى زبال، تحتاج إلى بناء. زين، إذا كل الناس كانوا دكاترة، منو كان يروح يصير الزبال؟ ومن يروح يصير الكناس؟ الحياة تختل، فاختلاف استعدادات الناس سبب أن الحياة تتقدم. فكل واحد بمقدار استعداده أكو عليه مسؤولية، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، بس كل واحد بمقدار طاقته. يعني مثلا في الغزوات الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، زين، ولا على المريض حرج. هذا الأعرج أو الأعمى أو المريض الذي لا يتمكن من الجهاد، هذا الجهاد مرفوع عنه. ليش؟ لعدم تمكنه أو لحرج ذلك عليه، مو واجب عليه الجهاد، لكن إلى مسؤوليات أخرى، تلك المسؤوليات الأخرى بمقدار طاقته الجسمانية. فكل واحد من عندنا، من الكبير والصغير والرجل والمرأة، إلى مسؤولية، هذه المسؤولية بمقدار طاقته وإمكانياته. بل الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان ما أمر بمقدار طاقته العقلية، أمر بمقدار طاقته العرفية. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يوجب على كل واحد منا كل يوم الصلاة 100 ركعة، في إمكان الإنسان أن يصلي في كل يوم 100 ركعة، ولكن في صعوبة بالغة، طاقة عقلية موجودة لكن طاقة عرفية غير موجودة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به مو معنى أنه لا نتمكن عقلا من الإتيان به، لأنه إذا لم نتمكن عقلا من الإتيان به أصلا التكليف ما إلى معنى، تكليف العاجز هذا قبيح، وإنما المراد ما لا طاقة عرفية لنا، نتمكن إذا أردنا لكن في صعوبة بالغة، اللي عرفان يقولون لا يطيق هذا الأمر وإن كان عقلا يطيقه. فالله سبحانه وتعالى حتى المسؤولية ما جعلها بمقدار الطاقة 100%، أقل منها، لكن أكو مسؤولية. أكو في الحديث الشريف أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في المعراج، الله سبحانه وتعالى أمره ب100 ركعة، 100 ركعة، أنه عندما نزل ينزل من المعراج يبلغ المؤمنين بالصلاة 100 ركعة. فالرسول صلى الله عليه وآله رجع فرأى موسى عليه الصلاة والسلام، موسى قال إن أمتك لا تطيق هاي 100 ركعة، وهاي 100 ركعة، فأطلب من الله سبحانه وتعالى تقليل. فالنبي رجع وطلب من الله سبحانه وتعالى بشفاعة موسى، فالله سبحانه وتعالى سواها 50. بعدين مرة ثانية موسى قال للنبي صلى الله عليه وآله إن أمتك لا تطيق، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سواها 25، وهكذا إلى أن صارت 5 صلوات. 5 صلوات يعني 10 ركعات في البداية،
بعدين بعد ذلك أضيفت 5 ركعات أخرى أو 7 ركعات أخرى. هذا في تفصيل في الروايات مذكور أنه صلاة الظهر كانت ركعتين، صلاة العصر كانت ركعتين، صلاة المغرب ركعتين، صلاة العشاء ركعتين. لكنه حينما ولد الإمام الحسن عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف إلى الصلاة 2 ركعتين شكرا. حينما ولد الإمام الحسين الله الرسول صلى الله عليه وآله أضاف 2 ركعتين، هاي يسمى سنة الرسول. طبعا هو بأمر من الله سبحانه وتعالى لكن عن طريق الرسول. فلما ولدت فاطمة الزهراء قبل ذلك أضاف 1 ركعة لصلاة المغرب. فرجع الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج ب5 صلوات، يعني 10 ركعات في البداية. موسى عليه الصلاة والسلام قال إن أمتك لا تطيق ذلك. الرسول بعد ما رجع، وفي حديث آخر أنه الرسول كان يعلم بأن الأمة لا تطيق 100 ركعة، هو ليش في البداية ما طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك؟ الإمام الصادق يقول إن رسول الله لم يكن ليقترح على الله شيئا، إذا الله قال له شيء فورا ينفذه، ما يقترح عليه شيء. لكن عندما موسى ذكر فما كان يريد يرد شفاعة موسى، لذلك رجع وطلب من الله سبحانه وتعالى التخفيف. المقصود شنو هو؟ المقصود أن التكاليف دون طاقتنا الحقيقية على حسب اختلاف الدرجات، فلازم إحنا نكون بمستوى هذه المسؤولية. أكو بعض الناس لا يؤدون التكاليف، سواء التكاليف العبادية أو التكاليف الاجتماعية أو التكاليف الأسرية. يمكن واحد يصلي، يصوم، يحج، يزور، لكن في أسرته لا يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن بمعنى اطمئنان القلب، وجعل بينكم مودة ورحمة. أساس الزواج في الإسلام السكن، السكن بالاصطلاح القرآني يعني سكون النفس واطمئنانها والرأفة والرحمة والمودة، هذا الأساس. في كثير من المجتمعات المتدينة هذا الأمر لا يوجد. النظام الأسري ليس نظاما إسلاميا كما ورد في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة وسيرة الأئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام. وكذلك في التعامل الاجتماعي، في التعامل الاقتصادي وما إلى ذلك. إحنا المسؤولية ما تنحصر بالصلاة، ما تنحصر بالصوم، في كل شيء يوجد مسؤولية. الإنسان إذا أدى تلك المسؤولية فأدى ما عليه، إذا ما أدى تلك المسؤولية هو يكون المتضرر، أول من يتضرر في الدنيا قبل الآخرة. ومن المشاكل العظمى اللي المجتمع المسلم ابتلي به مشكلة الفرار عن المسؤولية بأعذار واهية. طبعا هو الإنسان عندما يأتي بتلك الأعذار هي مو في الواقع السبب الأساسي للفرار عن المسؤولية. السبب الأساسي في الفرار عن المسؤولية أمور أخرى، العذر يأتي للتغطية على تلك الأمور ولدفاع الإنسان عن نفسه، لأن الإنسان عنده فد أمر غريزي وهو أن يدافع عن نفسه. هذا الأمر في كل إنسان موجود. ليش الإنسان يفر من الخطر؟ الدفاع عن نفسه. لماذا الإنسان يعتذر بالأعذار الواهية؟ للدفاع عن نفسه، للتغطية على أمور أخرى. واحد كسلان، كسول، لكسله لا يؤدي المسؤولية. بس عندما لا يؤدي المسؤولية يقال لماذا لم تؤدي المسؤولية؟ يقول لأنه أنا كسول، وما يقول هذا الشيء، إن هذا قبيح عليه وهو يشعر بقبح هذا الأمر، فيريد يغطي على كسله باعتذارات واهية. وكثير من الأحيان هذه الأعذار الواهية تكون أكاذيب، يعني يضاف إلى
فراره عن المسؤولية معصية أخرى، لأن هي المعاصي والمحرمات سلسلة مترابطة، كل معصية تجر معصية أخرى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. لكن الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله فطلب منه نصيحة، رسول الله قال لا تكذب. بس يوم الثاني راد يرتكب معصية، فكر إذا ارتكبت هذه المعصية يوم الثاني الرسول إذا سألني أو إذا شخص آخر سألني هل ارتكبت العمل الكذائي، فإذا أقول لا كذب والرسول أمرني أن لا أكذب، وإذا أقول نعم يصير فضيحة إلي، فترك المعصية الأولى، المعصية الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة كذلك. لأن ترك المعاصي، ترك معصية يؤدي إلى ترك معصية أخرى، وفعل معصية يؤدي إلى معصية أخرى. كذلك الطاعات والمعاصي أكو بينها تبادل، فعل الطاعات يبعد الإنسان عن المعاصي، وفعل المعاصي يبعد الإنسان عن الطاعات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا. فيجي للتغطية على كسله وفراره عن المسؤولية يجيب عذر، وهذا العذر في كثير من الأحيان يكون كذب. بعض الأحيان الإنسان يتصور أنه يستحق النتيجة بدون عمل، وبعض الناس يتصورون هم ضحايا، ضحايا النظام الاجتماعي، النظام السياسي، نظام المادري كذا، فيتصور أنه يستحق النتيجة بدون عمل. لذلك لأنه يرى أن تلك النتيجة من حقه ما يعمل، وإذا ما عمل يعتذر لعدم عمله، يعني يذكر أعذار واهية وهي أكاذيب. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. تريد الآخرة لازم عمل يكون عندك، أما ترجو الآخرة بغير عمل فهذا توقع سخيف وباطل. الله سبحانه وتعالى في آية شريفة يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. تقول أنا مسلم وأنا شيعي وأنا موالي لأهل البيت فهذا الذنب مو مشكلة، من يعمل سوءا يجزى به. بعض الأحيان المفاهيم تختلط والإنسان يريد يفر من المسؤولية فيتخذ بعض المفاهيم ويترك البعض الآخر. الدين سلسلة مترابطة. شوفوا هاي الطائرة اللي تطير، بعض الأحيان نسمع بسقوط طائرة وصير كارثة، لماذا هذه الطائرة سقطت؟ يقولون خلل فني، فتبرغي في مكان من الطائرة هذا كان رخي مثلا، ثم في الحركة وبمرور الزمان انفصل وصار خلل فني والطائرة سقطت. بعض الأحيان برغي صغير سبب لسقوط الطائرة، وهي الطائرة مكونة من مئات الألوف من الأجزاء، ولعل هذا البرغي ما إلى أي قيمة مقابل تلك الأجزاء، لكن الخلل فيه يسبب الكارثة. ليش؟ لأن هذه الطائرة عندما تطير هناك قوانين هندسية مترابط بعضها بالبعض الآخر. هذا مثال لتقريب الفكرة إلى الذهن. الإسلام كذلك وحدة متكاملة. إذا واحد يعتقد بالله ولا يعتقد بالنبي هذا كافر، يقول أنا يعتقد بالله، يقول هذا الاعتقاد ناقص لا يكفي. إذا يعتقد بالله ويعتقد بالرسول لكن لا يعتقد بالأئمة، هذا إذا بالظاهر هم مسلم لكن في الباطن هو كافر، لأن إنكار أحد أصول الدين هو موجب للكفر. نعم الله سبحانه وتعالى للتسهيل على المؤمنين حكم بإسلام أولئك، إسلامهم في الظاهر في الدنيا لكن في الآخرة يحشرون مع الكفار. إذا واحد لا يعتقد بالمعاد كافر هذا، إذا واحد لا يعتقد بمقامات الرسول والأئمة هذا ضال، إذا هم مكافر ضال، لأن الضلال هي درجة بين الكفر والإيمان. الدين وحدة متكاملة، أي خلل
في جانب من هذه الجوانب يكون أثره سلبي على الإنسان، إلا أن يصلح الإنسان ذلك الخلل بالتوبة أو بالعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات أو بما إلى ذلك. لكن الإنسان يريد يترك بعض المسؤوليات ويتصور أنه يستحق الجنة بدون عمل، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، وإلا كل واحد يتمنى أن يكون أفضل الناس. أنتم الآن ادخلوا في المدرسة، اسأل الطلبة أنت في المستقبل شنو تريد تصير، كل واحد منهم يختار أفضل الأعمال، صح لولا؟ يريد يصير دكتور، مهندس، ما أدري، طبيب، كذا. لكن بعد 30 سنة تشوف غالبهم ناس عاديين. لماذا؟ لأن الدراسة لها ثمن، إذا يريد يدرس يوصل إلى النتيجة المرجوة لازم كثير من رغباته النفسية، كثير من شهواته لازم يتركها، لازم يطالع، لازم يسهر، لازم يحقق، لازم يفكر. إذا في الدنيا الأمور البسيطة فيها لا يمكن للإنسان أن يصلها إلا بالجهد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا يعني اطلبوا، اعمل. إذا في الأمور المادية البسيطة لا يمكن الوصول إلى النتيجة إلا بعمل، في الآخرة بطريق أولى. في الحديث الشريف إن الله لا يخدع عن جنته، تريد تخدع الله سبحانه وتعالى؟ وحتى إذا الإنسان مات مؤمن، هو صحيح من أهل الجنة، الإنسان إذا مات بعقيدة سليمة يكون من أهل الجنة، لكن إذا ما كان مؤدي بعض المسؤوليات درجات تكون درجات منخفضة، هم درجات عند الله. الآخرة درجات، إحنا في الدنيا نرى درجات، نرى قصر بجنب هذا القصر كوخ، الآخرة الفاصلة يكون أكثر. وذاك الوقت الإنسان يتحسر أنه ما صبر قليلا، صبروا أياما قليلة عقبتهم راحة طويلة، ما صبر قليلا بأعذار واهية بأكاذيب فر عن المسؤولية، تصور أنه يستحق النتيجة بدون عمل، يتصور أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا والآخرة بدون سبب. الله حكيم. أحد العلماء كان الوالد رحمة الله تعالى عليه ينقل عنه، كان من أساتذته، يقول إذا الله سبحانه وتعالى إحنا في يوم القيامة جعلنا في مرتبة الأنبياء والأئمة، هذا إهانة للأنبياء والأئمة، إهانة لهم. إحنا بأعمالنا الناقصة الضعيفة، وأولئك اللي ضحوا بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، نكون في درجة واحدة؟ يعني أفرض في مدرسة الطالب الشاطر والطالب الكسول، أخير السنة المعلم يجي يعطي لكليهما علامة كاملة، هذا الظلم للطالب الشاطر، يقول أنا تعبت سهرت وذاك ما فعل هذه الأمور. لماذا تساوي بيننا إذا في الآخرة الله سبحانه وتعالى إحنا يحشرنا مع الأنبياء والأئمة؟ فهذا ظلم لهم، خلاف الحكمة أصلا. تقول هم شنو يتضررون؟ صحيح ما يتضررون، لكن هذا العمل خلاف الحكمة، الله لا يعمل خلاف الحكمة. يعني أفرض أنت تسوي ضيافة وتدعو في هذه الضيافة، هذا مثل ذاك العالم، تسوي ضيافة وتدعو في هذه الضيافة شخصيات البلد، ثم على نفس تلك السفرة اللي فيها شخصيات البلد تجيب كم شخص مجنون مثلا، هذا إهانة لأولئك الشخصيات. قل شنو أنت جايب المجانين على سفرتنا مثلا؟
إذا الله سبحانه وتعالى في الآخرة يريد يحشرنا مع أعمالنا الناقصة مع أولئك فهذا إهانة لهم. الله يتفضل على كل مؤمن بالجنة حتى إذا كانت أعماله فيها زيادة ونقيصة، يصفي قبل ما يدخله في الجنة، إما في البرزخ، لأن في الأحاديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول البرزخ أنتم لازم تعبروا بأعمالكم، شفاعتنا بالآخرة، أما بالبرزخ أعمالك لازم تعبرك. فإذا أعمالك ناقصة أنت وأعمالك إلى يوم القيامة، هسه كم مليار سنة الله العالم. في الآخرة أيضا الشفاعة درجات، واحد يشفع له في المرحلة الأولى، واحد يشفع له في المرحلة الأخيرة، واحد يشفع له بعد دخوله في نار جهنم، وحتى لو من يشفع له ويخرج من نار جهنم يكون في المراتب الدانية من الجنة مو في المراتب العالية. فلذلك على كل واحد منا أن يبعد اختلاق الأعذار عنه في كل شيء، لأن العمر ينقضي بسرعة والفرص تذهب كمر السحاب، وبعد ذلك الإنسان فجأة يشوف حياته انتهت خلصت، وصحيفة أعماله سوداء، إذا هم مو سوداء فارغة، يمكن متدين يكون لكن فارغة، أعمال الصالحة قليلة جدا، وذاك الوقت يتحسر. إحنا من مشاكلنا هو أنه لا نتحمل المسؤولية ثم نختلق الأعذار لها. إذا الإنسان يهتم بشيء اهتمامه بذلك الشيء يكون سبب على أنه يصرف الغالي والنفيس لذلك الشيء. إذا أنت عندك ابن وابنك مريض في حال الموت، تقول أنه ما عندي فلوس أوديه للمستشفى؟ تقول لأنه أنا تعبان لازم أنام؟ تقول لأنه مثلا كذا وكذا؟ تجيب عذر؟ لا، حتى لو عندك مليون عذر هذا ابنك توصله للمستشفى، وحتى إذا أنت عاجز عن تسديد الفاتورة تحاول أنه تبيع بيتك وتسدد الفاتورة. ليش؟ لأنك تعلم بأهمية هذا الأمر، حياة ابنك لازم تنقذها، ما تجيب أي عذر لذلك. أما عندما يجي المسائل الدينية يجيب الأعذار. ليش؟ لأنه في الواقع لا يهتم، لا يهتم بصلاته، لا يهتم بصومه، لا يهتم بحجه. إذا مهتم بهذه الأمور لا يهتم بالمسائل الاجتماعية الدينية وسائر المسائل، هذا يكشف عن ضعف الإيمان، عدم الاهتمام. الإنسان الأمور المادية التي يشعر بأهميتها يصرف الغالي والنفيس لأجلها، لكن في الأمور الدينية عندما يوصل ما يسوي هذا الشيء غالبا. يعني لماذا؟ لعدم شعوره بالأهمية. أما إذا شعر بالأهمية مستعد يضحي بكل شيء. ولذلك عندما تقرأ في تاريخ أصحاب الإمام الحسين، خلص أصحاب أمير المؤمنين، خلص أصحاب الرسول، خلص أصحاب سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، خلص أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء جعل الأهمية لإطاعة إمامه، فلذا يبذل الغالي والنفيس لأجل ذلك. وكانوا ناس في الظاهر مؤمنين لكن خذلوا. ليش خذل؟ لأنه في الواقع عمق الإيمان فيه ضعيف، إيمانه سطحي، الدين لعق على لسانه، في أول امتحان يفشل، إذا نجح في بعض الامتحانات في الامتحانات الصعبة يفشل. والله سبحانه وتعالى دائما يمتحن إلى حد الممات، الامتحان دائما موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم الشعور بأهمية تحمل المسؤولية وتحمل المسؤولية الدينية في كل مجال. أنت كل واحد منا الآن يتمكن من التحمل هذه المسؤولية، أو تحمل هذه المسؤولية أولا هو في أعمال نفسه، الشيء الثاني في هداية الناس وإرشاد الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور
لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها